الله عليك يا شيخ، بالنسبة لدراسة الكتب الستة بخاري مسلم والسنن، هل تكون يعني قراءة فقط أم تكون يعني قراءة مع، لا أدري يعني كيف الإنسان يهتم بالكتب الستة، أنه يقرأ فقط أم يقرأ مثلا كتاب مع الشرح ويهم الكتب الأخرى أم كيف؟ قراءة كتب الحديث بارك الله فيه قسمان: قراءة يتوصل بها الإنسان إلى صحة الحديث وعدم صحته، وهذه تعتمد على معرفة أحوال الرواة وتاريخ حياتهم، معرفة أحوالهم لأجل أن يعرف من هو المقبول ومن هو الذي لا يقبل، معرفة تاريخهم ليعرف هل السند منقطع أو غير منقطع. فمثلا إذا قال شخص عن فلان، وقد علمنا أن الذي روى عنه ولد بعد موته، عرفنا أن السند منقطع، فلا بد من معرفة تاريخ الرواة، ولا بد أيضا من معرفة ثبوت لقائهم لمن روى عنه أم لا، لأنه قد يدلس فيروي عن من عاصره ما لم يحدثه ما لم يسمعه منه. فالذي يطلب يقرأ يطلب الحديث علم الحديث على هذا النحو، هذا لا بد أن يقرأ الكتب الستة بأسانيدها ويبحث عن رجالها. ونحن نعلم أن العلماء مختلفون اختلافا كثيرا في الرجال، فتجد هذا الرجل مثلا المحدث يقول عنه الإمام أحمد إنه ثقة، ويقول عنه يحيى بن معين إنه منكر الحديث مثلا، ويقول الثالث إنه متروك. وهذه المسألة قد تحير طالب العلم، فما موقفي إذا رأيت الناس الحفاظ الأئمة تكلموا في هذا الرجل كلاما متباينا؟ ننظر الآن إلى المرجح، ننظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، فنعرف أن الذين تكلموا عن هذا الرجل بالقدح أصوب من الذين تكلموا عنه بالتعديل، لأن حديثه منكر. بل ربما يأتي الحديث صحيح السند من حيث رجاله ومن حيث اتصال السند، لكن يكون المتن منكرا أو شاذا، قد يكون شاذا لمخالفته للحديث الصحيح فيرد. فالحاصل أن الذي يطلب علم الحديث من أجل إثبات الحديث، هذا يجب أن يعتني بالرجال وتاريخ حياتهم وكلام الناس فيه. أما الذي يطلب الحديث من أجل فقه الحديث فهذا له طريق آخر، لا يلزمه مثل ما يلزم الأول، بل ربما يكتفي بالحديث متنا، فإذا كان في البخاري ومسلم فالنفس مطمئنة إليه، وإذا كان في غيرهما يكفيها أن يقول مثلا صححه فلان أو صححه فلان من الحفاظ المعتمدين، وإن لم يراجع السنة. وأهم شيء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أهم شيء فقه النص ومعرفته وما يستنبط منه وما يترتب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. يعني الشيخ أن يكون الكلام في إنسان يبدأ في المصطلح، يعني أول من كتب الرجال هذا القسم الأول. نعم، لا بد أن يكون عنده علم في المصطلح إذا كان يريد أن يطلب الحديث على الوجه الأول الذي ذكرنا. الوجه الثاني فلا بد، الوجه الثاني مو لازم، لأنه يكتفي بأن مثلا إذا قال صححه الحافظ بن حجر، صححه فلان بن فلان من العلماء المحدثين الموثوقين، يكتفي، ما يذهب إلى أن ينظر، ما يذهب ينظر مثلا في السند ولا في رجال السند. الاستنباطات بس يخرج يعني من الشروط. نعم. الاستنباطات من الحديث والفوائد.
الاستنباطات قد يكون الإنسان فيها ضعيفا مع قوته في التخريج، ولهذا تجد فرق بين الفقهاء واستنباطهم الأحكام من الأحاديث وبين المحدثين.